الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي شاف ان هناك تجاوزات بتحصل، وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم 6 مذكرات لرئيس الوزراء ولرئيس مجلس النواب ولوزير الشباب والرياضه ولجنه القيم في اتحاد كره القدم ولجنه القيم باللجنه الاولمبيه المصريه والمجلس الاعلى للاعلام. هي دي الطرق القانونيه اللي دايما النادي الاهلي بيتبعها، وهو ده دايما الرد. ولو تفتكروا انا من 2 3 أيام لما كنت موجود مع حضراتكم يوم مباراه فيتا، قلت لحضراتكم ان احنا ما بنتكلمش، احنا ما بنردش بالكلام، النادي الاهلي ما بيردش بالكلام، النادي الاهلي لما بيرد بيعرف يرد ازاي وامتى وامتى، وهو اللي بيقرر يرد امتى، مش حد بيجبرنا ان احنا نرد، لا، النادي الاهلي هو اللي بيقرر يرد امتى. لما عاوز اقول او لما عاوز اتكلم او لما عاوز ارد هرد، لما عاوز ارد هرد. النادي الاهلي احترم كل الاعراف وكل القوانين خلال الفتره اللي فاتت، وسيظل كذلك دائما يحترم الاعراف والقوانين اللي احنا دايما ماشيين عليها كبلد شرقي، او البلد اللي احنا اتعودنا او شفنا القوانين اللي فيها ماشيه ازاي. وعشان كده زي ما بقول لحضراتكم دايما ما تقلقوش، وراكم مجلس اداره قوي جدا، عندكم وسائل إعلامية في كل المجالات، الناحية الإعلامية في النادي، القناة، كل الأمور الحمد لله دلوقتي محدش بيسكت على حاجة ومحدش هيسكت، ولكن دائما بالاحترام وبالقانون، بالاحترام وبالقانون. عشان كده دايما بقول لحضراتكم ما تقلقوش، ده جانب، وانا ما بحبش اتكلم في الجانب ده كتير الحقيقه، يعني انا عارف ان، لكن انا ما بحبش اتكلم في الجانب ده كتير، لان خلاص الجانب ده اصبح في يد القانون. في يد القانون هنا في البلد بقى هم يتصرفوا ويشوفوا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، وكلنا ثقه الحقيقه في كل الاسماء الكبيره اللي موجوده اللي احنا قلنا لحضرتك، سواء رئيس الوزراء او وزير الشباب او لجنه القيم في الاتحاد او لجنه القيم في اللجنه الاولمبيه او المجلس الاعلى للاعلام او اي حد. النادي الاهلي كلنا ثقه فيهم الحقيقه، وكلنا عارفين ان الناس دي دايما بتاخد حق او بتاخد الحقوق من خلال القانون.